وفي اليمن أسفر تجدد المواجهات في الحديدة بين القوات الحكومية والحوثيين عن سقوط عدد من القتلى والجرحى من الطرفين. هذا وأفادت مصادر ميدانية أن المواجهات التي استمرت أكثر من 3 ساعات تركزت في مناطق التماس بين الجانبين، كما امتدت إلى شارع 50 وكلية الهندسة. تصاعدت الاحتجاجات في مناطق عديدة ومدن في محافظة عدن اليمنية على ممارسات القوات الموالية للإمارات، إذ اتهمها المتظاهرون بالضلوع في عملية اغتيال رأفت دنبع الذي كان شاهدا رئيسا على عمليات اغتصاب تورطت فيها قيادات أمنية. وشملت الاحتجاجات جميع مناطق عدن، إذ طلب المتظاهرون بتقديم القادة الأمنيين المتهمين بارتكاب جريمة اغتيال دنبع والمتهمين بالاغتصاب تقديمهم إلى القضاء وعدم التستر عليهم. غضب غير مسبوق في عدن تفجر بعد مقتل رأفت دنبع الشاهد الرئيس على عملية اغتصاب طفل تورطت فيها قيادات أمنية. الجريمة ليست الأولى من نوعها، لكن الاحتجاجات المتواصلة منذ أيام جاءت لتكشف عن مدى تصاعد سخط سكان عدن ونقمتهم على الإمارات، لتأتي ردة الفعل هذه بعد سلسلة من الانتهاكات وأعمال البلطجة التي تمارسها التشكيلات الأمنية والميليشيات المدعومة إماراتيا. هي حجر عثرة أمام عودة الاستقرار إلى المدينة، هكذا يقول بعض المواطنين المحليين. الاحتجاجات التي شارك فيها عدد كبير من السكان شملت جميع مناطق عدن، وخاصة المنصورة ودار سعد والشيخ عثمان وغيرها من مناطق وجود مقارة لقيادات المجلس الانتقالي الانفصالي المدعوم من الإمارات. رفع المواطنون فيها شعارات مطالبة بتسليم القادة الأمنيين المتهمين بارتكاب جريمة اغتيال دنبع واغتصاب الطفل إلى القضاء وعدم التستر عليهم. الغضب المتصاعد في المدينة وصل إلى حد اندلاع اشتباكات بين قوات الأمن والسكان الغاضبين في الأيام القليلة الماضية، كما تسلط هذه الاحتجاجات الضوء على الوضع الأمني المختل الذي تعيشه المدينة الموصوفة بالعاصمة المؤقتة لليمن. الشكاوى لم تقتصر على السكان، بل أكدت الحكومة الشرعية في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي العام الماضي أن هذه القوات تمثل تهديدا للأمن والاستقرار وترتكب الانتهاكات في سجون سرية وتعرقل قيام الحكومة الشرعية بواجباتها على أرض الواقع. وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف من عدن عبد الرقيب الهذياني الكاتب الصحفي. أهلا وسهلا بك أستاذ عبد الرقيب. يعني ما هو حجم التظاهرات اليوم وما هي مطالب المحتجين الرئيسة، ومن هو الشاب رأفت دنبع الذي يقال إنه شاهد على عمليات اغتصاب قامت بها قيادات أمنية في عدن؟ نعم، عدن هي اليوم الثالث على التوالي في احتجاجات شعبية متواصلة شابها بعض أعمال العنف والمواجهات المسلحة بين الميليشيات التي تحكم قبضتها على عدن وهي مدعومة من الإمارات. الإمارات وميليشياتها المتواجدة في عدن هي المتحكمة في كل الأمور، بينما لا وجود لسلطة الرئيس عبد الرب منصور هادي في عدن. هذه الميليشيات تقوم بجملة من الانتهاكات والأخطاء الكثيرة في عدن، بلغت ثروتها مؤخرا بقتل رأفت دنبع وهو جندي في الأمن، وسبق أن كانت هناك قضية اغتصاب لطفل في مدينة المعلق قام بها بعض افراد الامن، وكان رأفت هو الشاهد الوحيد. وقبل ان يعني تظهر القضيه قامت قوات مكافحه الشغب التابعه للامارات بقتل رأفت دنبع في محاوله لطمس القضيه وإخفائها للتستر على المجرمين وهم قياده امنيه. طب استاذ عبد الرقيب، قامت كيف يعني تقيم لنا اليوم الوضع في عدن؟ هل هناك فعلا خطورة إلى الانجرار إلى مواجهة مسلحة اليوم بين الطرفين؟ المواجهات المسلحة في أكثر من شارع، في المعلق، في الشيخ عثمان، في
أو مكسر في كريتر، هناك مواجهات حقيقية. تعلمون أن أبناء عدن كانوا ضمن المقاومة التي يعني اندلعت في مواجهات مع الحوثيين، ولا زالوا يحملون السلاح حتى اليوم. وبالتالي عندما رأوا أن حقوقهم تنتهك وأن هذه الميليشيات المدعومة من الإمارات تنتهك الحقوق وتفتتح السجون وتمارس الاغتصابات وتقتل وتداهم المنازل، عندما لم يجدوا الدولة ولم يجدوا النظام ولم يجدوا القانون، خرجوا للتعبير عن حرقهم وعن غضبهم وعن سخطهم، وبعضهم يحملون السلاح. هناك مواجهات تحصل، واليوم أسرة تنبع اليوم دعت لفعالية كبرى غدا في عدن قد تشمل جميع المدن في إطار التصعيد ضد الإمارات وضد أدواتها التي تعبت بعدن. نعم أستاذ عبد الرقيب، كما ذكر تقريرنا الإخباري، الحكومة الشرعية في عدن قدمت رسالة إلى مجلس الأمن تقول فيه أن القوات المحسوبة على الإمارات تمثل تهديدا للأمن والاستقرار وترتكب انتهاكات في سجون سرية. كيف نفهم اليوم هذا الصراع بين قوتين محسوبتين في الأساس على دولتين متحالفتين في التحالف العربي في حربه على اليمن؟ لا يخفى على جميع المراقبين ومنهم الشعب اليمني والمواطنون المتواجدون في عدن وفي المحافظات التي يفترض أنها تحررت وصارت تحت سلطة الحكومة الشرعية، أن مشروع التحالف الذي هدم الحوثيين في هذه المدن لم يسلم مقادير الأمور للحكومة الشرعية. الحكومة الشرعية في هذه المدن هي مستهدفة. هناك تقويض لمؤسسات الدولة، هناك منع للوزراء من العمل، هناك إضعاف للحكومة من التواجد، هناك منع لرئيس الجمهورية عبد الرب منصور هاني من أن يتواجد في عدن، ولذلك هو اليوم يتواجد في الرياض. الإمارات لا تريد الدولة، الإمارات لا تريد مؤسسات الدولة، ولذلك عملت منذ اليوم الأول لتحرير عدن على إنشاء هذه الميليشيات، لأن لديها مشروعها الخاص وليس مشروع عودة الشرعية، لديها مطامع، ولهذا توجهت إلى جزيرة سقطرى في المحيط الهندي، وتوجهت المملكة العربية السعودية إلى المهرة شرقا، وهاتان المحافظتان لم يصل إليهما الحوثي. بالتالي الإمارات لديها أهدافها الخاصة البعيدة عن إيجاد الدولة، وهي تحارب الدولة وتزرع العبث والخراب في هذه المدن. عبد الرقيب الهذياني الكاتب الصحفي من عدن، شكرا جزيلا لك. وتتابعون معنا بعد الفاصل. فتح تحمل حماس المسؤولية عن عملية إطلاق نار على رئيس حركتها في قطاع غزة.